كان فيلاسكيز مختصا في رسم اللوحات المعبرة عن الأجواء الداخلية مع تصوير الشخصيات وهي تمارس أعمالها اليومية أو عاداتها الخاصة، كما في هذه اللوحة الرائعة مثلا لفيلاتريتشي أو النسيجات. يبدو هذا المشهد عفويا، ولكنه ليس كذلك، فإن وضعية الشخصيات المرسومة تعبر عن مشهد مسرحي، حيث تقوم هذه المرأة بإزاحة الستار والكشف عن روعة التنسيق المسرحي للمشاهدين. يقول بعض الخبراء أن فيلاسكيز قد استوحى رسم المرأة ذات القميص الأبيض من أحد الشخصيات التي رسمها ميكلانجلو في تحفة سقف كنيسة كابيلا سيستينا.